أكدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي اعتداءات من شأنها تقويض السلم والاستقرار على أراضيها ودعمها للمملكة في مواجهة الإرهاب الغاشم. وأدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إطلاق قذيفة صاروخية على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية مساء أمس، ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين. وتقدمت بخالص تعازيها وصدق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولأسر الضحايا، مشددة على أن الأعمال الإرهابية سوف تزيد من عزم دول التحالف العربي على استعادة الشرعية في اليمن.